أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى. إذن إحنا شرحنا لكم المسابقة، أعتقد خلاص فهمتوها. طيب إحنا قبل ما نبدأ معهم المسابقة والعدة حكم مسابقة معنا وانت كويس، بس قبل ما نبدأ نحمسهم نعطيهم جعلة العيد. أوكي أنت يا عيد إن شاء الله تعجبكم الجعلة. فافرحوا يا مسلمين أقبل العيد وهلا. عادي خذوا من ثنتين عادي عادي. تفضل. أنا ضيف فريقي. هذه فريقة شو تأخذوا من ثنتين عادي مش مشكلة. ثلاثة دائما نضيف بيكرموا أصحابهم. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا. طبعا أنتم مستعدين إن شاء الله المسابقة. المسابقة زي ما قلنا هي تحتاج إلى إيش؟ إلى سرعة. أخ سامي عندك صافرة الانطلاق. طيب شويش هداوة، ما في شيء مشكلة، تفوزوا أنتم ولا يفوزوهم عادي. ها أفك القلم مستعجلين الناس لأنهم شايفيني قد فكيت أصلا. يلا إذا بنبدأ. 3 2 1 بسم الله. ننشر الفرحة سوية، هاك حلوى وهدية، فافرحوا يا مسلمين. كل واحد يجيب القمص. الخط عندنا مش واضح خالص. لا فايزين، انا فريقي فايزين. فايزين خلاص. ها دور الورقة. ها سرعة 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 خلاص فاز فريق أستاذ. فاز طبعاً. تعديل، واحد من فريق الشيء عدل. نحن نضيف حرف اللام هنا. عبد الله طبعاً. العبارة اللهم إيش العبارة شباب؟ اللهم اللهم آمين إن شاء الله. إذن من اللي فاز يا عمار؟ طبعا فريقك اللي فاز. مبروك يا شباب. مبروك عليكم، لكن احنا ان شاء الله نكرم الكل. في هدايا في هدايا للفريقين ان شاء الله. ما فيش تمييز بين الفريق اللي فاز والفريق اللي فاز، كل هدايا سوا. لا هو الفريق اللي فاز احنا بنقول الفريق فاز. اي فاز. أيوه. يعني هذا ما في شيء مشكله، الهدايا نفس الهدايا سواء الفريق ولا الفريق عمار. ان فين الهدايا عمار؟ ناخذهم. اوكي تفضل. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة. خلاص ناخذهم لنا ولا نجيب لهم؟ لا نجيب لهم، انا لو عن نفسي ندي لهم اكثر. الله يحفظك. انت عندك شيء تاخذه عليهم يا عمار؟ لا اكيد نجيب لهم. طبعا تفضلوا. ها تفضل. عفوا صح انه اللي في فريقي 5 هدايا. تفضل. عفوا عفوا يا شباب، حقيقة استمتعنا باللقاء الرائع مع الأيتام، وأنا جدا شاكر لك أخي سامي لحضورك معنا. وأنا شاكر لك لفريق العمل ولمؤسسة إنسان للتنمية، وشكرا للضيافة من كل الشباب اللي استقبلنا في مؤسسة إنسان للتنمية. نعم وشكرا جزيلا لك ولكم وأنتم أيضا أحبة المشاهدين. ونحن قبل أن نختم هذه الفقرة إن شاء الله سنستمع إلى أنشودة أخيرة. بعد هذه الأنشودة إحنا حنروح مع الأيتام، حنقوم بعمل زيارة إنسانية باسم الأيتام إلى مركز الأورام السرطانية بالمستشفى الجمهوري، زيارة عيدية باسمكم أنتم الأيتام. نسمع أنشودة. أنت جالس من أول تقول لي شي أنشودة شي أنشودة. طيب بس سمعنا أنشودة حلوة. طيب ها ممكن أصحابه يشاركوا في الأنشودة. يلا بسم الله. إنسان يا كل ذوق الله عليك الله، يحلى السمر ويرو وانت وسمر أحلى. إنسان يا كل ذوق الله عليك الله، يحلى السمر ويرو وانت وسمر أحلى. الحلم حققته يا فارس الأحلام، والصبر توجته وتبسمت الأيام. إنسان يا كل ذوق الله عليك الله، يحلى السمر ويرو وانت وسمر أحلى. إنسان يا كل ذوق الله عليك الله، يحلى السمر ويرو وانت وسمر أحلى. شكرا ما شاء الله. شكرا شكرا. إذا شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله جعل الله أيامكم كلها أعياد، مش بس اليوم عيد. تمام إن شاء الله. وننتقل نحن والأستاذ سامي وأنتم
بأحبتنا المشاهدين إلى مركز أورام السرطان لنقوم بالزيارة العيدية الإنسانية. شكرا لكم أحبتي المشاهدين، فهيا بنا. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. جاءنا البشر سرورا، يطرق الباب بكورا، فاح عودا وبخورا ينشر التغريد، ينشر التغريد. جاءنا البشر سرورا، يطرق الباب بكورا، فاح عودا وبخورا ينشر التغريد، يملأ الحب سمانا سمانا، مرحبا بمن أتانا، أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. فاحت الأرواح عطرا، سخاء النفس بشرى، نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. فاحت الأرواح أثرى، وسخاء النفس بشرى، نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. يملأ الحب سمانا، مرحبا بمن أتانا، أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مسلمين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أنفسا بالخير جادت وتآخت وتلاها. السلام عليكم. بالخير جادت وتآخت وتلاقت، وغصون الزير العمل خير، فافرحوا يا مسلمين. وغصون الزير فافرحوا يا مسلمين. أيها الأحباب هيا ننشر الفرحة، قل كل عام وانت بخير. أحباب هيا ننشر الفرحة سوية، هاك حلوى وهدية فافرحوا يا مسلمين، هاك حلوى وهدية فافرحوا يا مسلمين، فافرحوا يا مسلمين، فافرحوا يا مسلمين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. اسمك يا شاطر؟ صعيب. صعيب. خلاص. يرسم البسمة أهلا. الله يعافيك، الله يعافيك، مشافيك، صلى الله عليه وسلم. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا. طبعا أخي سامي الزيارة كانت
يعني محزنة قليلا منظر، لكن ندعو لهم بالشفاء، ندعو لهم بالشفاء الله يشفيهم ان شاء الله. تحقق الهدف من البرنامج هذا ومن هذه الزيارة ان شاء الله، تقول لفت لكل الناس انهم يزوروا، تقول لهم مثل هذه الزيارات الإنسانية ان شاء الله. والله يجزيكم خير على كل ما قدمتوه، انت طاقم البرنامج. الله يجزيكم الخير. ها كيف شفتوا الزيارة يا شباب؟ الله يجزيكم تمام ان شاء الله. زيارة حلوة، زيارة كانت طيبة. وندعو لهم ايضا بالشفاء العاجل ان شاء الله. كل عيد تكونوا ان شاء الله، كل عيد تكونوا تزورهم، وايضا احنا والمشاهدين ان شاء الله ان شاء الله. وكل عيد وانتم بصحه وسلامه ان شاء الله، كل اطفال اليمن ان شاء الله. اذا شكرا لك اخي سامي على حضورك معنا، اضاف لنا الكثير صراحه في الحلقه. وشكرا لكم انتم ايها الايتام الصغار، ولا تنسونا من خالص دعائكم ان شاء الله. شكرا لك حمد. شكرا لك، شكرا لك عمار. يلا شباب، السلام. فافرحوا يا مؤمنين، أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى. عندما دخلنا إلى أطفال أمراض السرطان، الجميع شعر بالأسى والحزن الشديد. هدفنا في هذا البرنامج أحبتي المشاهدين هو أن نصل برسالة إليكم أنتم أحبتي المشاهدين، بأن يكون لكم الدور الفعال في الزيارات العيدية الإنسانية لمثل هذه الجهات. أسأل الله عز وجل أن يعيد عليكم العيد أياما عديدة، وأن يجعل أيامكم كلها أعياد وأفراح، وكل عام وأنتم بخير. ينتظرون الآن في الاستوديو أحد أيتام مؤسسة إنسان ليحكي لنا عن طموحه، ويتبقى عليكم أنتم أحبتي المشاهدين تحقيق هذا الطموح. فهيا بنا نذهب. السلام عليكم. السلام. كيف صحتك؟ الحمد لله. أحبتي المشاهدين، في هذه الفقرة، فقرة طموح، سنستمع بها إلى طموح أخونا عبد الله أحد أيتام مؤسسة إنسان، ويتبقى عليكم أنتم أحبتي المشاهدين في تحقيق هذا الطموح، وستظهر أرقامهم أسفل الشاشة. بداية عبد الله، عرفنا بنفسك. أخوكم بالله عبد الله محمد أحمد علي السهم. 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 من أين؟ من أنس. من أنس. طيب عبد الله، حدثنا عن وفاة والدك، كيف كانت حياتك بعد وفاة والدك، كيف أصبحت حياتك؟ القصة طويلة. الله يرحمه، رحمة الله عليه. الحمد لله. كان عسكري فتقعد ومارس المقواة، وكان يعني مقواة كبير في حي شعوب. في يوم من الأيام خرج من دون ما يتغدى، من دون أي شيء، ضابح. فجاء صاحب السيارة مستعجل، السيارة عاد جديد. نعم. فخرجوا إلى عمران يشتري القات ويرجع يبيع مغرب في الليل. ووصلوا إلى مكان ما يتخيلش إنه يقع حادث أو فتار قدام، انفجر، افتك من عرض السيارة ومشي قبل. افتك من عرض السيارة. ايه، وقع حادث كبير جدا. الله المستعان. السواق انتهى، ما بيجلس نص ساعة أو ساعة في المستشفى، انتهى. رحمة الله تعالى. الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. طيب بعدها كم له متوفي والدك رحمة الله تعالى عليه؟ 8 أو 7 سنين. 7 سنوات. 7 سنوات. طيب بعدها الأسرة، ما ايش كان حالها، ايش كان وضعها، وكم عددكم انتم، كم اخوه؟ اولا كان حاله الاسره متدهوره لا ادنى حد، فربه كريم ما يضيعش. نعم الحمد لله. فكان معاش بي لا يتجاوز 25,000. عسكري؟ ها عسكري. نعم. 25,000، فبنعطي 15 صاحب البيت. أنتم الآن مستأجرين. إيه. كم عددكم عفوا إخوة؟ ثمانية. ثمانية. سبعة. سبعة إخوة. سبعة إخوة والأم الثامنة. والأم الثامنة. أمكم تعيش معكم. كلكم أولاد أم بنات أولاد؟ لدينا 5 من الأولاد وثنتين بنات. الأم. الكبير من؟ الكبير أخت. أخت. وقلت لي أخت وبعدين أنا. طيب ها. كما قلت لك الحالة دهورت بعد ما مات الوالد، فبدأت أنا أمارس المقوات أنا نفسي.
فمارست المقوات حق 14. فأتى شخص يعني من معروف يدلنا على مؤسسة إنزال التنمية. فهذا يجلس يعني ما يقارب سنة مشرد في الشوارع. الله المستعان. فذهبنا إلى مؤسسة إنزال وهي التي تأوي بنا حتى هذه اللحظة. إحنا إن شاء الله ندعو أن الله عز وجل يجازيهم ويكتب لهم الأجر على هذا العمل الخير. طيب الآن أنتم تعيشون في بيت إيجاره كم؟ 15. راتب الوالد رحمة الله تعالى عليه 25. نعم. طيب كيف الصرفة؟ كيف والله يعني الصرفة مددة ولا الله المستعان. يعني ما حد يشكي الحال إلا الرب. نعم. طيب إحنا في هذه الفقرة زي ما شرحنا لك والمشاهدين يعلمون في هذه الفقرة أن الطموح اللي أنت تطمح إليه تطرحه عبر هذه الفقرة عبر هذا البرنامج للمشاهدين، وإن شاء الله عز وجل إن كان هناك من هزت له مشاعر ومن حاكى نفسه بأن يحقق هذا الطموح سيتصل بكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. فالكلام عندك، ما الذي تتمناه في حياتك وما الطموح الذي تأمل أن يحقق لك؟ أولاً كلمة إلى المشاهدين ألا ينسوا الأيتام، فلست أنا يتيماً فقط، فكثير من أبناء اليتيم اليمن مشردين. نعم. وأتمنى أن يكون لنا بيت يأوينا من التشرد، ولدي أخ لدي في صدفيات في قاع أرجله وفي أيديه لا يستطيع الخط، فنتمنى أن يشفى بالشفاء العاجل بإذن الله، ونتمنى الدعم من الخير ألا ينسونا بإذن الله. أنت تطلب من المشاهدين الدعاء لأخوك والدعم، يحتاج لعلاج. نعم. طيب أيش وضع العلاج اللي يحتاجه؟ أصلاً بزينا على مصر. طيب. متغرقين ديون حتى الآن. الله المستعان. وبيقول لنا كثير من الدكاترة يعني يشتي جواز وما أعرف إيش إلى الأردن، لأنه الصدفيات ما بتمشي إلا بالأردن في البحر الميت. نعم. فالآن عاد إحنا يعني أنت الآن تطلب أمنيتك هي أمنيتين. الأمنية الأولى أن يكون هناك مأوى يجمعكم، وهذا حقيقة ما يتمناه الكثير من الأيتام، وهذا نحن نشعر به في هذه الحلقات. الأمنية الثانية أخي عبد الله هي أن يتكفل فاعلين الخير في علاج أخوك، والعلاج يحتاج إلى سفر إلى الأردن. إذن كما سمعتم أحبة المشاهدين، أخونا عبد الله له أمنيتين. الأمنية الأولى أن يكون له مأوى، هم يعيشون عددهم 8، يعيشون في بيت إيجاره 25,000، إيجاره 15,000 صح؟ نعم. وراتب والدهم راتب الوالد 25,000 رحمة الله تعالى عليه 25,000، فبيدفعوا 15,000 للإيجار، تتبقى 10,000 قد تكون مصروف يوم لأحدنا. فأتمنى أن يتصلوا بك من هزت لهم المشاعر، ومن إن شاء الله المشاعر ستهز للجميع، ولكن من لديه الفرصة أن يساعد أخونا عبد الله فعليه أن يتصل بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكما قلنا مأوى ليجمع ويلم الشمل لأسرة عبد الله، وإضافة إلى أن أخوه يحتاج إلى العلاج والعلاج يحتاج إلى سفر إلى الأردن. ندعو الله عز وجل لأخيك الشفاء العاجل، والمؤمن مبتلى فإما أن تصبر وإما أن لا تصبر، فالصبر والحمد لله على كل حال. إذن أعيد وأكررها أحبة المشاهدين، لمن هزت مشاعره وحاكى نفسه من هذه اللحظة أن يحقق أمنية عبد الله
عليها الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وهي أرقام تتواصلون معهم رأساً. أحبة المشاهدين، وفقكم الله لكل خير. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى. نصيحة العيد لهذا اليوم ذبح الأضحية، ويكون ذلك بعد صلاة العيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، رواه البخاري ومسلم. ووقت الذبح أحبة المشاهدين 4 أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. واحذر أخي المسلم من الوقوع في بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس، والتي منها أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر قبل أن يضحي من أراد الأضحية، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. جاءنا البشر سرورا، يطرق الباب بكورا.